ساحة الأمل في ليلة الافتتاح كما تشكلت من جمهور ومنصة وعلى إيقاعات أمازيغية. هكذا أراد منظم المهرجان أن يكون هذا الحدث موعدا يلتقي فيه الأصيل والمجدد. وهذا علي فيق على منصة الافتتاح يجسد انفتاح الفنان الأمازيغي على موسيقى العالم. مرحبا بهذا الجمهور الزويون اللي جا عندنا، وكنقول بلي تيبيتار راهي قاطره هذه 11 عام دفعات وهزت من المستوى ديال الموسيقيين والموسيقى في المنطقه. الا تنغني بالعربيه تنغني غير الموسيقى شلحه ضروري في جوج الاغنيات، غنغني جوج الاغنيات ديال المغرب. هي الفنانة جينيفر كراوت الأمريكية المقيمة بالمغرب إلى جانب الفنانة المغربية المقيمة بأمريكا نضال إيبورك والرئيس أوطالب المزودي. لوحة فنية أخرى تشكلت في فضاء الهواء الطلق وأتحفت الجمهور. حنا فنان احمد الطاهر المزودي ومهرجان ديميتار بحال كيتزاد عام بعد عام، والحمد لله يعني كاينه واحد جديد في هذا المهرجان. كان افتتاح رائع في المستوى، حنا فرحانين بولاد اكادير مع الحضور ديال فرق عالميين في المستوى. إذن على هذه الايقاعات الامازيغيه انطلقت فعاليه الدور 11 لمهرجان ديميتار، عروض فنيه تتواصل على مدى 4 ايام موزعه على 3 فضاءات في المدينة.